السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نظام الماتور بالتيش، ده ماتور اللي هو الشواية بالتيش بالجنزير، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده الطبق بيتحط اللي هو الشاسيه بيتربط فيه في من اليمين بمسمار ومن الشمال بمسمار، والجنزير كده بيبقى فوق. ممكن تعمله بطريقه بسيطه، ده كده اهوت بيشتغل تمام. قلاب ممكن يشتغل لغايه 6 ادوار مرتاح كويس جدا. ده اهم حاجه يكون القلاب ده موزون، يكون القلاب ده موزون تمام. زي ما احنا شايفين كده اهو، دي اسهل طريقه لعمل قلاب تمام. وده تايمر بيشتغل بتايمر 2 زمن عشان تحدد وقت الموتور، اذا كان يشتغل 30 ثانيه 40 ثانيه ويقف عشان خاطر يجيب ال 45 درجه معاك. هنوريكم زي ما احنا شايفين كده تمام. زي ما احنا شايفين كده اهوت، هنشغل التايمر. طبعا بيبقى مظبوط، طبعا بيبقى فيه مسدات زي ما احنا شايفين كده تبقى تحت الطبق عشان تمنعه يمين وشمال. هو طبعا بتعمله ب 30 ثانيه 40 ثانيه حسب الوقت اللي هياخد فيه ال 45 درجه تمام. كده هياخد ال 45 درجه. طبعا احنا عارفين الوقت بتاعه بياخد حسب الوقت اللي ما احنا عاملينه دوت، واخد معانا 34 ثانيه. كده فصل وقف واخد خلاص، جاب ال 45 ووقف الناحيه الثانيه. طبعا لما يجي ميعاد الدور يشتغل تايمر الزمن 45 درجه تانيين، هيجيبه الناحيه الثانيه 45 درجه تانيين برده وهيقف. يا ريت كده النظام ده يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل فكره جديده. كان معاكم فادي البلتاجي من الورشه الفنيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.